Yemeni resistance forces press home their attack on Al-Durayhami, a small town south of Hodeidah. Houthi militias still control the deserted streets. صحيح كما قلت أنت بطء في تقدم العمليات وإحنا بدأنا من الساعة 4 العملية صحيح أولا حفاظا على المواطنين المدنيين الذين يتخذون دوام بشرية الميليشيات الإيرانية الأمر الثاني نحن نمشي ببطء وخطط واثقة من أجل الألغام والتعامل بالفريق الهندسي من الألغام ونزع الحرم والتحرك بسلاسة الأمر الثالث نحن نحاصر المنطقة ونريد أن نحافظ على الحواثة لكي نأسرهم من أجل أصحابنا اللي أسرهم هذا الأصل الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الفطرة السلام والتعايش بالرحمة إلا أن هؤلاء ميليشيات الإيرانية لا يريدون السلام ولا يعرفون السلام نحن نطالب المجتمع الدولي وقيادة التحالف العربي جميعا على حل هذا ما حل باليمنيين